زين ابو محمد. زين قلنا الطراقة هي تأسيس الألياخ من بدايته. الطراقة هي تأسيس الألياخ من بدايته. طيب. نستخدم فيها خيط الغزل، ونستخدم فيها المقصار، ونستخدم فيها المصلاخ اللي هو اللوح حسب قياس العين اللي بيختارها النوخذة. صحيح. ويباها شريخة، يباها قطينة، يباها لشوم من السمك، يبي يصيد فيها تنعد، يبي يصيد فيها قرفة، يبي يغزل فيها قبلان للصيد الضغوة والبرية. نعم. وهذا نعم. يعتمد على النوخذة شو يريد ويبدأ يشتغل فيها. نعم. مثل هذا هاي مال السومة، مال الشبك. اي مال الشبك. وهذه احنا كيف نقيس الحين مثل الشبك، كيف نعرف قياسه يكون بالذراع. نقول من الكوع بالذراع، اي نحسب على الدركه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، هاي يسموه 12 على الذراع. واذا الذراع تحته 10 عشاري، اذا 7 سباعي، على حسب نوع السمكه. بنصير العبيد شكله زعلان على الجمهور، زعلان على الجمهور. زعيلف صوبهم، خليهم يشوفونك يشجعونك. لف 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 كذي، هي بس 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 بس، خليهم يطالعونك، عاطنهم ظهرك ما يشوفونك. زين الحين بننتقل للروابه. الروابه، انتبه يا عبيد. الروابه، وايضا كلمه الروابه بالعربيه الفصحى اصلاح الشيء، راب الشيء اصلحه. نعم. وكانوا شوابنا يسمونه الروابه. الروابه ما دام اصلح، اذا عندك قص في الشبك، قص في العين مكان، يبدا يصلحه. من شو ينقص ابو محمد؟ يسميها الروابه. ينقص كيف ينقص؟ ينقص من السمك. من السمك نفسه؟ من السمك نعم. هي هي. في من السمك ينقص، في من الشيره يشير في القوع، يشيل عند تاح على يبل ولا على نيوه وشيء ومسحبه. نعم. ينقص. نعم. ومع الاستعمال ينقص بعد. نعم. فعمليه الاصلاح السمى ماي وملح. ايوه السمى. نعم. روابه. اما الشغله اللي يسويها الوالد طراقه. طراقه وهيك روابه. انزين خلنا الحين نسال عبيد ونشوف اذا بيربح ويانا 500 درهم ولا لا. جاهز عبيد؟ جاهز. اكيد اكيد. يلا شجعوه شجعوه يا جماعه، يستاهل. عبيد شو الفرق بين الروابه والطراقة؟ يلا. الروابط يعني أصلح شيء. الروابط تصلح. إنزين طراقة؟ طراقة ها؟ يعلف الشيء يعني. لا كيف تلفه يعني؟ ما يستوي. ما شيء جائز اليوم. أنا جالس لك هني الحين حل لي هالسؤال. يلا يلا. قلت لي الروابط تصلح الشيء، ممتاز. الطراقة؟ الطراقة أخيط أخرب الشيء. تخربه؟ ما شاء الله عليك. يكون مقصوص يعني؟ هذا ابوي جايبينه يخرب شو؟ يعكسه. يصلح؟ قلنا يصلح الروابة. الطراقة تصلح. طراقة شو؟ طراقة الحين شو يسوي؟ شو يسوي الوالد؟ تصنع. ها؟ قاعد شو يسوي؟ يعدل. يصنع. يصلح. لا. بعدك حتى ما تسمع؟ يعني يغششك عدالك بعد ما تسمع؟ ها؟ يصنع. 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 الليخ. زي. يصنع الليخ. يصنع الليخ. يطرق. صح يطرق. صح. اوكي زين. صح صحيح. صح صحيح. توافقونه؟ نعم والله. يعني يستاهل جائزه. الله اكبر. يستاهل جائزه. شجعوه. نعم ربحتوا ويانا طبعا 500 درهم مقدمه من هيئه الفجيره للثقافه والاعلام. الف مبروك، تستاهل. مشكورين. شكرا على المشاهده. عفوا. حياك حياك. يعطيك العافيه. يستاهل.